التقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية عن بعد بعدد من الضباط والمحاضرين من الجهات المتعاونة في برنامج سمو المحافظة الأمنية الاجتماعية الافتراضي. أكد سموه خلال اللقاء أن الأمن ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والتي تشهدها المحافظة، وذلك تلبية لتطلعات الأهالي والمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والدعم اللامحدود من سمو رئيس الوزراء حفظه الله ومؤازرة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدا سموه أن المحافظة الجنوبية مستمرة في تبني واحتضان العديد من المبادرات الأمنية والاجتماعية الرائدة تلبية لاحتياجات المواطنين وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار، مشيدا بدور التنسيق الأمني المشترك ما بين المحافظة الجنوبية ومختلف الجهات الأمنية المشاركة في رعاية وتبني سلسلة من المبادرات الأمنية والافتراضية كبرنامج سمو المحافظ الأمني والافتراضي والأهداف التي حققها البرنامج وفقا لتوجيهات معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة في ترسيخ دعائم الأمن. أعرب سمو محافظ المحافظة الجنوبية عن شكره وتقديره لجهود الإدارات الأمنية المشاركة في البرنامج من خلال هذا التعاون الأمني والتوعوي البارز، مشيدا سموه بالدور التوعوي الفاعل في إنجاح هذا التعاون. المحافظة حريصة أن تتبنى مختلف المبادرات والبرامج الأمنية بالتعاون مع مختلف الجهات في وزارة الداخلية، واستطعنا هذا العام أن ننظم هذا البرنامج عبر تقنية الاتصال المرئي، وهذا يدل ولله الحمد أن استمرارية الفعاليات والمبادرات عندنا ورغم مكافحة جائحة كورونا، ولكن لا تزال المحافظة حريصة للتحول الرقمي والاستخدام تقنية الاتصال المرئي لإقامة مختلف الفعاليات والبرامج، ومن بين هذه البرامج البرنامج الذي تم تنظيمه في الفترة الأخيرة، والتي استطعنا أن احنا ننظم العديد من الورش الافتراضية اللي قدموها العديد من الشرطة والمحاضرين اللي الحقيقة شاركوا معنا، وأيضا شاركوا معنا مجموعة كبيرة من أهالي المحافظة من فئة الناشئة اللي هم الحقيقة يعني كان لحضورهم ومشاركتهم بالغ الأثر في إنجاح البرنامج بنسخته الثانية.